السلام عليكم اخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي ممكن تحكي لنا شوي عن الوضع الانساني بمدينه رستان؟ شو بدي احكي لك انا؟ وضع زفت. حنطه الغاز 6000 ما لنا قادرين نشتريها، مازوت ما في، كله بالنار، ما في شيء رخيص. طيب اخي يلا نحن مقبلين على فصل شتاء، شو مجهزين لهذا الفصل؟ شو مجهزين؟ هات ثياب لالين، ما في غيرها، الله وكيلها. طيب اخي شو بتتوقع من مؤتمر جنيف 2؟ ما مثله مثل اللي قبله. يعني ما بتتوقع من فيه؟ ما بتوقع من شيء. طيب اخي عم يصير عليكم قصف على مدينة رستان؟ كل يوم براجمات صواريخ بالهاونات بالفوزليكا، ما بيرحمونا. طيب اخي شو بتوجه كلمة لاخواننا العرب اللي عم يشاهدوا كل شيء عم يصير عنا ما بنتحركوا؟ وين ضمير العربي؟ وين الاسلام؟ والمسلمين؟ ما عاد في دين. طيب يعطيك العافية اخي. مدينة رستان.